بسم الله الرحمن الرحيم. Official sample test 1 reading code B question number 4. سؤال رقم 4 part B بيقول لحضرتك The guidelines establish that the healthcare professional should ال guidelines اللي هنقراها مع بعض دلوقتي بتقول ان healthcare professional يعني الطبيب او الممارس الطبي في الهيئة الطبية لازم مش هنشتت نفسنا بالاختيارات خلينا نبص على التكست نحاول نقرأه ونفهمه بيقول لك في العنوان extract from هنجيب الباراجراف ده او الباراجراف ده متجاب من فين من كتاب اسمه chaperones chaperones يعني ايه chaperone اللي هو المرافق مرافق المريض guidelines for good practice يبقى هنتكلم دلوقتي عن شويه guidelines بخصوص مرافقين المرضى ايه اللي ممكن يتعمل وايه اللي ما يتعملش A patient may specifically request a chaperone. يعني العيان ممكن يطلب يقول أنا عايز مرافق. Or in certain circumstances may nominate one. يبقى خلاص هو في بعض الأحيان أنت مش بس بتختار أي مرافق. أنت عايز حد بعينه يجي لك. But it will not always be the case that a chaperone is required. ولكن مش دايما مش في كل الحالات أنت محتاج مرافق. يعني مش كل الحالات حالتك مش في كل الأوقات مش في كل السيتويشنز مش في كل المواقف حالتك محتاجة مرافق ولكن لو حالتك مرافق فالعيان في بعض الأحيان بيطلب يقول لك أنا عايز مرافق بعين نكمل It is often a question of using professional judgment to assess an individual situation طب بيرجع بقى لمين قرار هل الموقف ده مع الشخص ده مع المريض ده هل المريض ده من حقه أو حالته أو وضعه يستدعي وجود مرافق ولا لأ اللي بيجاوب على السؤال واللي بيحدد ده قال لك professional judgment يعني إيه يعني الطبيب أو برضو الممارس الطبي يبقى it is often a question of using professional judgment هو رأي متخصص هو اللي بيحدد individual situation في كل موقف ده حتى مش كل شخص ده في كل موقف أصلاً على حدة يعني نفس العيان ممكن في موقف أقول اللي هنعمله ده ممكن نجيب مرافق لا اللي هنعمله ده ما ينفعش يكون موجود فيه مرافق طيب If a chaperone is offered and declined لو أنت عرضت على عيان مرافق وهو العيان رفض قال لك لا أنا مش عايز This must be clearly documented in the patient's record لازم تبقى كاتب ده في ملف العيان بوضوح أنا عرضت عليه هو اللي رفض عشان ما يرجعش بعد كده يعمل لك مشكلة ولا يرفع عليك قضية ويقول لك ما كانش معايا مرافق. Along with any relevant discussion وأي discussion تم بينك وما بين العيان أي شيء relevant هنكتبه برضو في الملف. يعني بنسجل أي حاجة بتدور ما بينه وما بين العيان علشان ما يجيش يحصل بعد كده مشاكل ميديكال وليجل. طيب the chaperone should only be present for the physical examination and should be in a position to see what the healthcare professional undertaking the examination or investigation is doing. قال لك ان شابيرون لازم يكون موجود اثناء الفحص physical examination عمليه الفحص ولازم يكون في موقع كمان او واقف واقفه تخليه يقدر يشوف اي حاجه الهيلثكير بروفيشنال بيعملها وقت الاكزاميشن انفستيجيشن يبقى موقفينه في حته كاشف الدنيا وشايف كل حاجه بوق The healthcare professional should wait until the chaperone has left the room or cubicle before discussion takes place. الطبيب لازم يستنى بقى خلاص انا خلصت الفحص خلصت الاكزامينيشن خلصت الانفستيجيشن الدكتور بينتظر لحد ما المرافق يخرج من الغرفه عشان بقى يحصل discussion ما بينه وبين العيان في سريه يعني خلاص هو بس الشابرون او المرافق بيحضر الفحص زي شاهد تمام ولما اعوج كمان عشان يطمن العيان لو العيان حابب وجوده يعني يبقى مطمن وهو موجود ولكن اما يجي بقى الدسكشن تبتدي تقول العيان تشخيصه ايه انت شاكك في ايه مش عارف ايه فهنا المرافق بقى بيبتدي يطلع بره تمام before discussion takes place on any aspect of the patient's care unless الا اذا the patient specifically requests the chaperone to remain الا لو العيان قال لك لا مفيش مشكله خلي المرافق يسمع الكلام اللي بينه وبينك الكلام اللي بينه وبينك مش سر انا ما عنديش مشكله خالص خليه قاعد وقت الدسكشن لو العيان طلب ده. طيب نبص على الاختيارات. اختيار رقم A aim to make patients fully aware of their right to a chaperone. يبقى نرجع تاني رص السؤال بتقول لك الجايد لاينز استابليش ايه؟
that the healthcare professional should, انه الطبيب لازم aim to make patients, يهدف انه يخلي العيان fully aware of the right to a chaperone. يهدف انه الباراجراف تحت بيقول ايه؟ انه الدكتور لازم يهدف انه العيان يبقى على دراية تامة بحقه في وجود chaperone. طيب انا مش هستبعد ولا هجاوب دي دلوقتي، انا عايز اقرا اختيار تاني برضه. اختيار C: respect the wishes of the patient above all else. اختيار A غلط واختيار C غلط، والاثنين غلط لنفس السبب، والاثنين غلط واتلعب عليك لعبة مشهورة جدا، لعبة الكلام المزوق، الكلام الجميل، اللسان الحلو. في امتحان الريدنج يا دكاترة، لما بختار، لما باجي بختار حتى في الانستركشنز في بداية امتحان الريدنج في بداية الورقة بيقول لك اختار الانسر بناء على الاكستراكت، فبيلعب عليك لعبة مشهورة جدا وبتكرر كتير جدا، ان يجيب لك جملة سكر، جملة جميلة اللي هو respect the wishes of the patient above all else، احترم رغبة العيان فوق اي شيء وقبل اي شيء. رقم A: aim to make patients fully aware of the right to a chaperone. خلي العيان بكامل الدراية ويعرف حقه تماما في وجود الشابرون. هما جملتين رنانتين حلوين، اختيارين اللي هو حاجات المثالية التامة، البرفكشنزم، جمل حلوة فانت بتتخدع فيهم. بس في النهاية هل الكلام ده متقال تحت؟ هل في حاجة تحت بتقول ان انا بحترم رغبة العيان؟ احنا قرأنا الباراجراف على مهلين وفسرناه. هل في حاجة تحت بتقول سي؟ هل في حاجة تحت بتقول ان انا بحترم رغبة العيان فوق اي شيء على الاطلاق؟ مفيش حاجة بتقول كده، ده بالعكس، ده قالك انه العيان ممكن يطلب او ما يطلبش، لكن في الاخر هو professional judgment، انا اللي بحدد، الدكتور اللي بحدد هل الموقف ده محتاج شابرون ولا لا. نفس القصة اي انه خلي العيان فولي اوير، ما انا لازم اكيد هخلي العيان فولي اوير، لكن في حاجة في التكست تحت بتقول ان انا بتقول ده، ممكن موجود في باراجراف تاني في الكتاب، ممكن موجود في صفحة تانية في الكتاب بتاع شابرون جايدلاينز فور جود براكتس، لكن مش موجود في الباراجراف اللي المفروض اطلع منه اجابتي. وخدعة مشهورة جدا جدا جدا، جمل حلوة وسكر وطلع سكر، جمل جميلة، جمل مثالية جدا، لكن ما مش موجودة في التكست. يبقى الإجابة B: evaluate the need for a chaperone on a case by case basis. طيب فين بقى في التكست بيقول الإجابة دي؟ فين في التكست بيقول الإجابة دي؟ الجملة رقم 2، تمام. It is often a question of using professional judgment to assess an individual's history. يعني هو رأي الطبيب في كل موقف على حدة. ولأنه امتحان لغة، امتحان لغة هيقول لك ايه في الاختيار بي، case by case basis، دي تقابل ايه individual situation. في النهاية ده امتحان لغة، فانا هلعبك برضو لعبة السنة نمس. الاجابة هتلاقيها دايما في السنة نمس، هتلاقيها دايما في مرور.